حوا، كيسانا مستقبل الفيدباك، لأنه من جهة بتحافظ على البيئة عبر الاستعادة عن الورق بالورق الرقمي، ومن جهة تانية بتوفر مفهوم جديد للتقييم عبر اختصارها للوقت على الأستاذ والتلميذ. والفيدباك ببطل يكون ملاحظات على الهامش أو تقييم بخط أحمر. أصل الكلمة ياباني وبتعني التغيير المستمر نحو الأفضل. المعلم أو الموجه بيعطي عدة أنواع من التقييم والتعليقات على الورقة الرقمية للتلميذ أو الموظف، من ضمنها تعليقات خطية مطبوعة، تسجيلات صوتية، لينك لملفات أو فيديوهات، وتقييم مهارات المشارك. من الطرق الأربعة لترك الملاحظة أو التعليق هناك الفويس مسج أو التسجيل الصوتي، ومن المعروف أنه نحن بنحكي 75% أسرع مما بنطبع. أما طريقة تسجيل الفويس مسج فهي سهلة، من بعد ما تكونوا حددتوا المنطقة بالنص اللي بدكم تزيدوا عليها هذه الإضافة بتكبسوا على الايكون الميكروفون، لما بتخلصوا ستوب وبعدين بوست. كما وبإمكان الطلاب أو الموظفين يطلعوا على الملاحظات والتقييم يلي بعتولن إياه سواء كان صوتي أو خطي، وبيقدروا يردوا عليهم بالطريقة نفسها. أما بتراك سكيل أوتوماتيك روبريك فهي بتخول الأستاذ يقيم مباشرة على الورقة وبمقاطع محددة مدى تملك الطالب من 0 على 5 من معلومة أو معيار لمهارة معينة المراد منه أنه يعرفها. أما بأتاتش ألسن بإمكانكم وضع رابط أو لينك لفيديو على يوتيوب أو أي ويب سايت أنتم بتختاروه، بيوفر نوع من وحدات مصغرة للتعلم، وبيحصل الطلاب فيه على شرح إضافي وبيتعمقوا أكثر بالمعلومة. وما بننسى التكست مسج أو كومنت اللي هو التعليق المطبوع، من بعد ما تكونوا حددتوا الجمل المعينة بالنص اللي بدكم توصلوا له فيها الرسالة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بحلقة جديدة.